لكل أصدقائنا المشاهدين يلي هلأ انضموا لرفقتنا، مسك الختام رح يكون مع أمل الزغبي موجهة اجتماعية. أهلا وسهلا فيك يا أمل. أهلا فيك سحر، صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنتو كيف؟ الحمد لله. كموجهة اجتماعية بدنا نحكي اليوم عن الاهتمام المفرط بالأولاد. أكيد كل مرة بتحب تهتم بأولادها، كل أهل بحبوا يهتموا بأبنائهم، ولكن أوقات بصير الدوز عالي كتير ومننسى أنه هني كمان لازم يعرفوا يتحملوا مسؤولية بالحياة ويعرفوا هني ياخذوا القرارات ويعرفوا يمشوا بحياتهم. من وين بتحبي تبلشي بالموضوع؟ بدي بلش اولا اني اقول مرسي لكل الاهل اللي بيهتموا بولادهم. نحن ما قصدنا نقول انه هن عم بيبالغوا، يعني هيدا الشيء غلط، بس رح نحط الحدود مثل ما تعودنا دائما نحكي عن الحدود. رح ناخذ طرف شوي مع الولد ونفرجيهم كيف الولد اوقات كثير بحاجه انه نعلمه، نمشيه، نتركه لحتى يمشي لحاله، لانه يمكن يكون نحن مش حده يوما ما، بالنهايه هو لازم يتكل على حاله، بدنا نعلمه يتكل على حاله، ما نعلمه انه نحن نعمله الاشياء 100%. خلينا هيك يا أمل نعرفهم شو يعني الاهتمام المفرط بالولد، شو يعني انا شو بكون عم بعمل ليكون هيدا الاهتمام زاد كثير عن حدوده بالولد. خلينا نبلش بالاول لما نحكي عن الاهتمام، اهتمام الاهل بالولاد هن اول حدا بيكون حد الولد يلي هن بيهتم فيه بشكل مباشر. نعم. بحاجاته الغذائيه والعاطفيه وكل شيء هو بحاجه له. نعم. هيدا الولد هو باول مراحل حياته ما بيقدر يعمل شيء، هو بس بيعمل رياكشن، هو مرتاح او منه مرتاح. اذا منه مرتاح الاهل بيصيروا قاتلين حالهم، مستحيل بدهم يعملوا له اياه لحتى يكون مرتاح. والولد هو من الكائنات البشريه الذكيه جدا، لانه هو بيعمل لهم تيست للاهل، بس يحسوا انه هو هن انفعلوا وقربوا كثير بسرعه بصير يعيد هذا الشيء مره ثانيه وثالثه. بنلاحظ بمجتمعنا انه الاهل بيوصلوا لمطرح انه هن هالقد حاسين حالهم انه عندهم ريسبونسابيلتي او مسؤوليه تجاه الولد، لدرجه انه بيصيروا يحسوا انه يمكن الولد ما لازم يبكي ابدا، او مثلا ما لازم يتعب. يعني اليوم بدي اعطيك اكزامبل كثير بسيط، ولد انت رايحه، انت ولد صغير، مفترض انه هو بده يفتح سوسات او ارنبوزه لحتى ياكله، ولد صغير ما عنده يمكن الانتليجنس او القدره الجسديه انه يعمل هذا الشيء اول مره، شو بنعمل نحن كاهل؟ بنقرب بنفتح له سوسات او بنفتح له القرن البوزه او نحن بنهدي له حتى لحتى نطعميه. واوقات كثير الام والبي بحطوا حالهم هن بمطرح انه هن مصرين انه يطعموه مشان ما يوسخ حاله، مش هو ياكل، لانه اذا اكل لحاله رح يوسخ حاله. هيدا بيعتبر منه اهتمام مفرط، هيدا اني انا عم بقوم عنه بمسؤولياته، يعني انا عم بقوم عنه بالمهمه، وصل لمطرح بعدين اذا انا ماني موجوده رح يضل قاعد قدام الشغله ما رح يعملها. اذا الولد بحاجه انه يفتح سوسات، بتعرفي السوسات قد ايه صعبه حتى تنفتح، والولد هو بحاجه لها، فيني اول مره حتى قدامه يجرب هو، ما مش الحال برجع بعلمه كيف حتى تاني مره يرجع هو يجرب. ما بدي يكون قاسي لدرجه انه بالمره ما ساعده، بس ما فيني كل مره افتح له سوسات لحتى هو ياكلها. هيدا اكزامبل كثير بسيط، بالوقت اللي بحياته كثير قصص بده يقطع فيها، درسه هو وصغير حتى يكبر، في كثير امات بتجندوا بيقعدوا بالبيت لما الولد عنده درس، ما بيقعدوا يتحركوا، قاعدين حده مثل كانهم مفكرين انه هن اللي عم يدرسوا. ما هذا الولد لازم يوصل لمطرح هو يعرف يتعاطى مع دفتره وكتابه ودرسه بالبيت، لانه بعدين رح يوصل لمطرح في مواد انا واي حدا تاني ما بنعرفها، فهو بده يدبر حاله فيها، بده يوصل لمطرح بالجامعه بشغله في مسؤوليه معينه، بده يتعلم هو اذا في شيء ناقصه بالمدرسه يسال معلمته بالمدرسه، اذا انا كنت حده ورجعت شرحت له كل شيء ورجعت سمع في امات بيوصلوا لمطرح رجعوا بيعيدوا له البويزي مثلا هو عم بيقولها بالبيت، بيعيدوا له اياها حتى مش بخلوه هو يقراها، حرام تعبان. هيدا اني انا اخذ محله، اهتم فيه زياده عن اللزوم لدرجه اني صرت عم بقتله شخصيته. طيب امال هيدا شعور الذنب يلي بلازم الاهل دائما باي زمان ومكان كان ودائما بيضلوا حاسين حالهم، شو ما عملنا مع اولادنا مذنبين، شو ما عملنا مع اولادنا كان لازم نعمل اكثر. هيدي كيف بيتخلصوا منه الاهل هيدا الشعور؟ لانه فعلا فعلا هيدا يمكن من اهم النقاط يلي بخليهم يفرطوا ويزيدوا حدودهم بالاهتمام بابنهم او بنتهم. صح 100%، نحن كلنا سوا مع الاولاد، مع الناس اللي بنحبهم، بشغلنا دائما بدنا نطرح علامه استفهام، هل يا ترى الشيء اللي عم نعمله كافي او مش كافي؟ نعم. ولما ناس بيكون هالقد انت بتحبيهم بدون اي مقابل، بتحبيهم بتحسيهم جزء منك، انت جبتيهم على الدنيا، بالنهايه اصعب سؤال ممكن تطرحي، انا جبته على هالدنيا، هل يا ترى قادر خليه يكون مرتاح بهيدا الدنيا؟ وبتعرف الدنيا قد هي صعبه وظالمه بالنسبه لنا كلنا سوا، فبدنا نطرح كثير علامه الاستفهام على هذا الموضوع. بدي اقول شغله،
مش غلط انه ما نكون بيرفكت، مش غلط انه نغلط، مش غلط انه نغلط نحن مع اولادنا، مش غلط انه نقصر لانه نحن تعبانين، بس المبالغه كمان بهذا الموضوع هي اللي غلط. يعني في اهل بيوصلوا لمطرح انه انا كنت بمطرح من كم يوم، في ماما قاعده مع بيبي صغير، بيبي عم يبكي، عم بيبكي ويصرخ بمطرح في كتير ببليك، عم بيصرخ البيبي، الناس كلهم مزعوجين بس هي ما عم تطلع فيه وما فرقانه معه، تركته، هيدي كمان مبالغه مفرطه بس هي نيجاتيف منا بوزيتيف. بقلة الاهتمام. بقلة الاهتمام، فهيدا الولد كمان من هو صغير عم تزرع عنده قلة اهتمام ونقص بالعاطفة. أمل عفوا على المقاطعة، هي الأم يلي بتزرع هيدا الشيء أكثر من الأب؟ يعني الأفراد بتعرفي الاهتمام أكثر بيجي من الأم لأنه كان فيها بداخلها بكنفها بحضنها عاش فيها. يعني هو جزء منا مشان هيك هي طفرت بالاهتمام فيه وبتصير خايفة عليه إذا تحرك وإذا مشي وإذا بكي وإذا، هي الأم يلي بتعطي هذا الشيء أكثر من الأب؟ عادة إيه، لأنه هي نبع، هي مصدر العاطفة. نعم. لأنه هي إذا بدك حساسة بتكون أكثر من الأب. أوقات بيكون الأب فارض عليها هذا الشيء. نحن بالرولز بالأدوار بالبيت في تقسيم بالأدوار من الأساس. بمجتمعنا مش كل الناس بيتعاملوا بنفس الطريقة. يعني اليوم لما المرأة بتكون عم تشتغل برا البيت والرجل عم بيشتغل برا البيت بيكونوا اثنين عم بيهتموا بالولاد بنفس الوقت. لما المرأة بتكون هي بس بقلب البيت مع الولاد وعم بتربي الولاد، حيالا نقص كتير بسيط جوزها بده يجي يلومها لإلها لأنه هي عم بتقوم بهذا الدور. وهون بدي أخذ بعين الاعتبار تركيبة المجتمع اللي نحن عم نحكي عنه، المجموعة الصغيرة اللي عم نحكي عنها، لأنه هي أكيد العلاقة بثقافة هذا المجتمع. فبهيدي الحالة أوقات كتير بتعمل هذا الشيء لانه بتحس انه هيدا دوره بس ما في غيره، وبلس بتكون لانه خيفانه من العقاب، خيفانه من رده فعل الاخر، اللوم رح يكون عليها وحده، عم بتربي لحالها، فالمجتمع رح يلومها لحالها، وزوجها رح يلومها لحالها، وبيت حماها، واوقات التيتا بتكون هي كمان عم تفرط، وعمته وخالته هن بيكونوا عم بيفرطوا بالاهتمام بهيدا الولد. وتخيلي بالمجتمعات القديمه لما كانت فامي اتوندو العائله الكبيره وكانوا كلهم عم بغنجوا فرد ولد، يوصل لمطرح بالاخر هيدا الولد من زمان ما كانوا يخلوه يعمل انيشياتيف، حتى ما كان يبادر، ما كان هو يعني حتى لهلا بعد في بالمونتاليتي وبذهنيه بعض الناس. يعني مره ان ماما كانت عم بتعاتب معلمه بالجاردان انه كانت ما مطعمي الولد الترتين، طب ما هي ماما ناوجباتها تطعميه الترتين، هو بس يجوع رح ياكل الترتين، هي بتعلمه يكون اوتونوم ويتكل على حاله، وانت كماما بالبيت معلش انك تقولي له اذا بده ترتين، مش قوم اركض، في يقول له تعال نعمل ترتين انا وياك. بتعرفي امال في شغله كثير غلط بتصير بالعيال لانك جبتي هيدي السيره بدي احكي فيها، يعني الام بتكون حاطه كونديشن معينه بده يمشي فيها طفلها، انه اوكي بدي انا ساعده ورعي بس مش كتير كتير اهتم فيه ليكون عنده شوية مسؤولية، بس التيتا وجده وعمته وخالته وخاله يي حبيبي بده شوكولا بجيبوله قد ما بدك، بده جو بجيبوله 5 طن شو بدك بدك، يعني شو ما بيقول بيرضوا بيعملوله. طيب ما هون كمان انتوا عم بتخالفوا اراء الام والاب وعم بتخالفوا تربيتهم، وهيدا الولد بده يتعود انه هلا مام قالت لي لا وبابا قال لي لا يلا هلا عمته او خالته بيعملوا لي، فبصير اتكالي اكثر. ليك بهذا الموضوع وصلنا بمطرح بالستراكشر او بتركيبه العائله عندنا، وصلنا لمطرح فيه الاهل اخذين بعين الاعتبار انه في الوقت اللي راح يكون رايح فيه عند التيتا الولد وراح تكون التيتا عم بتغنجه، فبليز خفف شويه سكر واشياء جانكس واشياء هول البونشوز ما تاخذها، بتروح بس تروح عند التيتا رح تاكلهم، فبياخذوا هذا الشيء شوي بعين الاعتبار. وبلس نحن ما فينا، يعني انا بالنسبه لي جانسيست وبصر على هذا الموضوع، نحن ما فينا نحرم التيتا انها هي تغنج الولد، لانه بالنهايه اول شيء اذا انا بدي اجي احرمها من هيدا الشيء اذا ما عنده حاله مرضيه اكيد انا بكون ضايقتها، يعني بكون حديت شوي من تغنيجها لإله، لانه هو ريفوج او هو مطرح هي بتلجا لإله لحتى تاخذ عاطفه من الولد، لانه هيدي التيتا وهو بيتغنج على التيتا، واوقات بيروح عند التيتا ليكي بابي قال لي هيك وليكي مامي قالت لي هيك، which is normal انا بالنسبه لإلي لاستمراريه هيدي المؤسسه كلها سوا اللي مركبه من كثير اشخاص اللي بيرخي وبيشد وبيشد وبيرخي، كل الخبريه كلها سوا structure او بنيه معينه بتعملها بتعملها العائله هي بناء على انتبهي العائله اللي عايشه صحيحه عيشي صح بتشتغل على هذا الشكل. مطرح الغلط هو لما بيصير في خلاف بين الاثنين، وهنيك التجاذبات الكتير كبيره لما الماما بتكون عم تجرب بتكون عم تعمل كل شيء للولد والبابا من ثاني ما عم يعمل كل شيء للولد لانه في ديفورس او في خلاف بيناتهم لحتى ياخذوا الولد لعندهم، وهذا موضوع ما بقى نحكي عنه مره ثانيه، موضوع كتير كبير. وفي شغله كمان امال كتير مهمه، قد لازم الراي يكون موحد قدام الولد، يعني مثلا مش الام تطلع بقرار ممنوع في الياونديز الا اثنين، البي يقول له روح كل 10 رح يصير كل عمرنا نحن كنا، بس
بصيروا يقولوا لك انه كل عمرنا كنا اولاد كنا ناكل عشره وما يصير لنا شيء، وهي الام بتكون حاطه يعني كونديسيون ليمشي عبر الولد. صح، بتكون حتى رولز الاهل بيكونوا بين بعضهم حاطين رولز. وبليز بدنا ننوه لهيدي النقطه منيح اللي قلتيها سحر، كثير غلط الكابل يكسروا بعضهم قدام اولادهم، لانه صوره البي مقدسه وصوره الام مقدسه، اثنيناتهم ما مفروض يكسروا بعضهم، لانه حتى لو كان في خلاف لو اي شيء حديث بين بعضهم بده يصير يصير على جنب بس مش قدام الاولاد، لانه كمان بيكونوا عم بغيروا الصوره عند الاولاد. صح. نحن قلنا امال ببدايه لقائنا انه ما في شيء مثالي، يعني ما في العائله المثاليه، كلنا معرضين انه نرتكب اخطاء. صح. ومش غلط، نحن من الطبيعه البشريه واكيد لازم نحسن حالنا لما نعود نقوم بهيدي الاخطاء، بس اذا بدنا نحكي عن عائله شبه مثاليه، انا شو لازم اي شروط حطها للولد بضمن هالعائله لما يطلع مش انه محروم من الحنان ومن الاهتمام، ولا يطلع انه مهروق مهروق ما بيعمل شيء بده حدا يحمله ليمشي، اخ شيء بطل له جلاده يمشي انه بليز احملوني. صحيح. نحن كعائله لازم نعرف شغله كثير اساسيه، الاهل والاخوه الاكبر وكل الناس المسؤولين عن تربيه الولد، لان احنا كل ولد هو يونيتي بحد ذاته. نعرف انه نحن واجباتنا تجاه الولد مش نمتلكه، نحن واجباتنا تجاه هيدا الولد انه نمشيه على الطريق الصح او نعلمه يمشي على الطريق الصح. صح. نحن منحط قدامه الطريق، منعلمه، يمكن نضطر نقول له شو الايجابي وشو السلبي فيها، يمكن اوقات نضطر نخليه هو يخضع لهم، يمرق فيهم لحتى يتعلم دروس معينه، لانه قد ما نظريا نقول له يمكن نوصل لمطرح. نعم. سحر. نوصل لمطارح. يمكن نوصل لمطرح هيدا الولد يرجع يقول لنا انا ما سمعت انكم قلتوا لي، يعني الاكسبيريونس بار اكسبيريونس. سحر عم تتسال علي بس لازم الكل يعرف هذا الشيء. سحر تقلي سحر ايه جمادي. صح 100%. جمادي هيك بكل مثل العادة. اوكي سهاد جمادي تفضلي امان. فبنخلي الولد يوصل لمطرح، يعني اكثر شغله بتخلي الانسان او الولد من هو صغير يتعلم هي الخبره او يقطع هو فيهم، بس بدنا نكون حده عم نراقبه، يعني انا اني اجي بدي اعطيك اكزامبل كثير بسيط، انا ماشي انا ولد صغير على الطريق. اغلب الامات بيمسكوا له ايده بيتلقطوا فيه ما بيتركوها. إيه؟ طب انا يوم اللي بدي اترك له ايده شو بده يصير؟ بس كمان اذا تركتي له ايده هو ماشي حدك يمكن يوقع او مثلا خلص فيه سياره، في يكون حتى ايدي على كتفه وعم بشرح له هي مرقه السياره انتبه ستاون، هذا شيء خطر جاي علينا بدنا نعرف كيف نمشي، وامشي معه شوي شوي كرمال المره الجايه اذا انا ما كنت حد اكون واثقه 100% انه هو رح يحتكم وياخذ القرار الصائب. حتى بدرسه باكله يمكن انا اليوم اتاخر من شغلي وراجعه على البيت، ابني بده يقعد ينطرني، اكيد ما بحطه بموقع خطر، يعني انا ما فيني اجي اعطيه اي شيء اقول له افتح علبه معلبات فيها حديد ممكن تخزق تجرح له ايدي، بس فيني يكون حاطه بمتناوله نوع اكل معين، شيل الخبزه واعمل الترتين، بعلمه يعمل الترتين لحتى يدبر حاله. هيدي شغله صغيره شغلات بسيطه لها معين كثيره. صح، بس هيدا الشخص بهيدي الشغله الصغيره رح يروح يوما ما يتكل على حاله، بس يصير عمره 17 او 18 سنه بده يروح على الجامعه، يمكن يضطر ياخذ ابارتمان او ياخذ دور ليعيش لحاله، منه مضطر دائما يطلب الساندويتش من برا، في حضر اكله الصحي بالبيت لحتى يقدر يكفي. الام بدي اقول لهم للامات والبيات بليز انتبهوا، اذا رتبنا له تخته للولد نحن ما عم نعمل معه شيء صح. صح. نحن لازم نعلمه يبلش يصير مسؤول عن تخته اول شيء ليصير مسؤول عن اشياء تانية، هو يشيل ثيابه ويحطهم بالغسيل، ويمكن اوقات يساعدنا لينشر الغسيلات او يتعلم يدور الغساله، مش غلط، نحن ما عم نظلمه ولا عم نعمل قصه ساندريون عن جديد ونشغله ونعطيه معاش على هذا الموضوع، بس عم نعلمه انه انت عندك حاجات معينه قادر تكفي هيدي الحاجات لحالك بدون ما تكون طالب انه حدا تاني يكون حدك، نحن سبور لبعضنا كلنا سوا. بقدر ساعده يكون حده للماكسيموم، اعمل هيدا الشيء على طول، بس كمان لازم يحس بريسبونسابيليتي تجاه حاله، لانه هو يوما ما رح يكون اسره وما عنده. اكيد. ثاني شيء انه هيدا يا ريت بتفسري لنا اياه قدام كتار من اصدقائنا المشاهدين يلي يمكن عندهم كتار من الاولاد مسافرين لبرا، ليه بس يسافر الولد بصير هو يعمل كل شيء؟ صح، بصير يعرف يطبخ وبصير يعرف يرتب في عنا دقه انه بس يكون هو هون بقلب لبنان بعد ما سافر كل شيء المامي بدها تعمله هو. في عنا دقه سحر عن هذا الموضوع، في عنا الكايا اللي ما بيقدر يعمل ادابتاسيون بالمره، يعني ما بيتكيف مع المجتمع لانه ما قادر يكون لحاله، وفي عنا الكايا اللي بقلع دغري،
يلي بقلع دغري هو الشخص يلي كان معود يرتب تخته مش كل يوم بس الى حد ما، مسؤول عن اوضته، مسؤول عن اغراضه، مسؤول عن درسه هو يهتم فيه. الشخص الثاني يلي ما هو قادر يقلع، هو يلي انا رفقته من الاول، جبت له استاذ ليفسر له، او انا قعدت حده او تجندت حده بالاونلاين وقعدت على شاشه اللابتوب معه كل الوقت، وانا اللي عملت له كل اكلاته وانا رتبت له، ما انه قادر يلبس تيشيرته مع انه المكويه موجوده، اذا انا ما كنت كويت له اياها رح يوصل لهونيك يلاقي حاله كثير تعبان، ما انه قادر يعملهم كلهم فرد مره، ما بيعرف يعملهم. بس هل في يعيش حياته كلها بدون ما يعملهم؟ يعني اعتبري حدا، لا معلش، بس انا بدي الفت النظر، لو كان عندي كل الماديات وقادرة أنا أجيب حدا كسيبور لأنه هي وظيفة مثلها مثل غيرها ويهتم بهيدي المواضيع كلها سوا، أوكي؟ سلمنا جدلا أنه أنا أعمل هيدا الشيء كله سوا، شو هذا عنده اهتمامات بحياته؟ إذا ما رح يكون مسؤول عن حاجاته الأساسية، أنا شو علمته يكون عنده اهتمامات بحياته؟ بس أنه يظهر ويتسلى، يساعدنا بالصرف مثل ما بيقولوا بالمصروف؟ لا، في حاجات معينة نحن بنعملها باريسبونسابيليتي ببلدان برا مش مثل عنا بلبنان، في كثير بلدان بالعالم، العالم مرتاحين ماديا بس ما موجود حدا بور لو سيبور بقلب البيت. باليابان الولد من هو صغير بيقطع كذا سنه ما بيعلموه شيء له علاقه بالكتاء اكاديميك، بيعلموه كيف يهتم بترتيبه، يكون مسؤول عن صفه، يكون يهتم بالنظافه، هول الحاجات اللي نحن عنا يهون كلنا سوا، ليه بدي فتش على حدا ثاني مثلا يكون عم بيهتم سوبوزون بترتيب جليله صحنه او كبيتي؟ بس هلا عم بقوله يا امل يمكن هو حب حياته هيك وبكفيها هيك، يعني حتى يمكن لو ظهر برات لبنان وراح ليشتغل او ليتعلم يمكن بيضل ما يرتب تخته. شو بيصير بالاخر؟ ما بعرف، ما راح يلاقي حدا بغير بلدان، ما في حدا بيقوم بهيدي المهام عنا، نحن الوحيدين قادرين، رح نكون باخر شيء بسيتويشن كثير. يعني قصدك انه هو بده يجي وقته ينجبر، بده ينجبر يعمل هذا الشيء اكيد حكما، وراح يكون منه مرتاح. مشان هيك عم بتقولي لي سالتيني منه حابب يعمل هيك، ليه منه حابب؟ لأن ما تعود. هو بالنسبة له الصورة الصحيحة شو؟ الصورة اللي تعود عليها على طول. اليوم أنت معودة على ترتيب تام، بتطلعي في شيء مش مرتب تنزعجي، صح؟ أنت معودة على تكركبة ما بتزعجك الكركبة، سو الصورة اللي أنا بعوده عليها من الأول هيدا هي النورماليتي، هيدا هو الصح. من هو صغير وعم بيكبر، الولد اللي مكبكب ألعابه بالأرض وعم بيلعب فيهم، فينا نلم له اياهم، بس في قال له تعال ساعدنا نلمهم سوا لانه عارف محلهم كيف لازم ينضبوا المره الجاي. مشان هيك هو بعدين بصير يحس انه انا لازم ضبهم بدون ما انا اعطيه اوردر او اقول له ضبهم انت او جيب حدا. نحن مشكلتنا انه وين شو بتطلع النتيجه؟ منجيب حدا لانه انا ما بقدر وما بدي تعبه للولد، بجيب حدا يعمل هيدا الشيء، وانا شو عملت بالاخر؟ طلعته مش اوتونوم، مش متكل على حاله، متكل على حيلا حدا ممكن يجي يساعده لانه هو بالنسبه له منو قادر يعمل هذا الشيء 100%. يعني كثرة الغنج والهرقة يا أمل قدي مش بمحلهم، وقدي نحن بنكون عم نطعن أولادنا إذا عملناهم بهالطريقة. بتشوفي أهل بتتفاجئي عن جد، يعني ما بيخلوه إذا بدك يلم الورقة، ما بيخلوه يمشي منحملك حبيبي تعبين بتاكل لطعمي، يعني كل شيء بتصير أنت تطلعي طيب إنه كيف هيدا الولد يلي هو مثل سفنجي يلي بيشرب كل شيء، الولد بتعطي هيك بياخد هيك، بتعطي هيك بياخد هيك، بده يطلع على قد اتكالي. حتى هيدا الشيء بيأثر على جماعته وعلى مدرسته، صح؟ بعدين على مدرسته بعدين، بس يكبر على جماعته على شغله، والأخطر على عائلته بعدين. كيف بيصير مع عائلته؟ بيصير مثل ما هو ربي هيك، بيعوز حدا تاني سوبر، ويمكن يكون معه حدا تاني شريكه يكون ما عنده نفس الكاركتر، ويصير فيها الكونفلي بين اثنين، ويصير في مشاكل كتير جدية، وولادهم يكونوا يعني موصل لمطرح. لكن أنكادو فاتيج سحر يمكن نحن بنعملها تيست. انت اليوم بتكوني عادي موجوده بمجموعه قادره تعملي كل شيء، بس تتعبي بتصير تحسي انه ليه ما حدا عم بيساعدني. بحاله الفاتيك بيصير في خلافات كثير عائليه، وفي كثير كابلز بيبعدوا عن بعضهم بسبب هيدا الشيء، لانه بتحس المراه انه جوزها منه سيبور لها، او الزلمه بحس انه مرته ما عم تقوم بهالمهام، ما منه قادر يجيب حدا، عم تعمل خلافات جوهريه بداخل الكابل ما عم بيقدروا يكفوا. بس بدي اقول شغله يا سحر، نحن اولادنا بنغنجهم مش هيك، منغنجهم بغمرة، منيمهم بحضنا، نتحدث معهم، منعطيهم أهمية، منظهر نحن وياهم، منغنجهم بأنه نعطيهم اهتمام، نهتم يعني يكون في عندهم، هن مهمين بالنسبة لنا، مش أنه نعمل عنهم. هيدا بطل تغنيج، هيدا أنا بالنسبة لي تقصير مش تغنيج. إيه في كتير فرق بين تغنيج وتقصير. هيدا سيلو بلو فاسيل، هيدا الأهون، أهون للم الورقة اللي كب ابني على الأرض، أصعب لي له إنه إذا أنت لميتها هيدا المطرح بيصير نظيف، تاخد وقت أكتر، بس المرة الجاية النتيجة رح تكون إنه ابني رح يكون هو، رح يشوفوه الناس ورح يكون هو مرتب،
إذا أخذت الخيار الأول ما رح يعمل شيء، رح يكفي ويحط، يمكن يروح عند رفقاته يقعد ياكل يترك صحنه ويقوم عادي. لما بيفيقوا الأهل للغلطة اللي عملوها مع الولد بضل فيهم يصلحوا؟ يعني صلحوا صار عمره شيء 14 15 بيفيقن أنا برتب له تخته، أنا بجيب له أكلته، ليه هما بيعملون؟ لما بتجي هيدي الوعي، هي الاستفاقة، بضل فيهم يعملوا شيء مع الولد؟ بضل فيهم يصلحوا شيء بشخصيته؟ بتصير كثير أصعب، لأنه بيكون هو بيتعود، يعني هو بالنسبة له بس يكون مرتاح، رح يكون مرتاح بينه وبين حاله، رح يرجع مثل ما كان، بس يكون مجبور رح يرتب لأنه أنا فرضت عليه، بس يرجع يرتاح مع حاله، يقعد مع حاله، بس بده يعمل شيء هو عباله يعمله رح يترك الوضع مثل ما كان لأنه هيدا النورماليتي. أمل الزغبي موجهة اجتماعية، شكرا كثير لحضورك معنا، شكرا على هيدا الموضوع يلي بيحمل أكثر من جانب، وعن جد لازم الأهل ياخذوا بعين الاعتبار، لأنه كانوا يقولوا لنا مثل قديم كل شيء زايد مثل الناقص. صح، كل شيء زايد مثل الناقص. في مثل صيني بيقول سحر، انا فيني صيد سمك قد ما بدي للشخص، بس اعطيه بشبعه، بس لما بعلمه يصيد السمك بيصير شبعان على طول 100%. اهلا وسهلا فيكي امال. ميرسي سحر. اصدقائنا لهون نوصل الى ختام برنامجنا الصباحي، بتمنى يا رب تكونوا قضيتوا معنا اوقات حلوه، وان شاء الله هيك هالنهار ما يحملكم الا الاخبار الحلوه، تروحوا تفرفشوا بهالويك اند، لبنان مثلى سياح ومتلة من مواطنينه، مقيمين ومغتربين، فهيك نحاول نحن وياكم نجدد هالفرحة بلبناننا الحلو، مهما صار بضل لبناننا الحلو يلي حاطينه على راسنا. أنا بودعكم على أمل دايما تتابعونا كل يوم من الاثنين للأحد من 8:30 الصبح لل 11:30 مباشرة عبر هواء الأو تي في، وبالتحديد عبر يومنا الجديد. تحية لكل الأكيب العامل، إلى اللقاء. We'll be right back.